طيب تعالوا نقرا دي مع بعض كده. قال له واحد من الجماعة: يا معلم، كل أخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ باختصار، واحد من ضمن الناس راحوا سألوا المسيح، قالوا له: قول لأخويا اديني ميراثي، يعني بيتكلم في أمور أرضية يعني. راح رد عليه المسيح قال له: مين اللي خلاني أنا أبقى عليك قاضي؟ المسيح ده الديان. تعالوا نقيس الكلام ده علينا احنا. هل احنا بنبقى قضاة على بعض ولا لا؟ مش شرط يبقى قاضي، يبقى انا واقف جوه محكمة وقدامي متهم وانا بقف واقول دفاعي، ودي حاجات محامين وقضاة ملناش دعوة بيها. لكن انا بتكلم على فكرة تانية خالص. في كلام هو قضاة على بعضينا. يعني انا كشخص لو قست الكلام ده ازاي ابقى قاضي؟ ممكن لو قلت لواحدة انت ما اتجوزتيش ليه؟ انا قاضي عليها. ممكن لو قلت لواحد ما اشتغلتش ليه؟ انا قاضي عليه. وازود عليهم كمان ان انا لو شخص في الصيام قلت له مش صايم ليه؟ انا قاضي عليه، لان انت مالك؟ انت قاضي عليه، يعني خدت مكان الله في المحاسبة. جميل؟ احنا هندخل على طول في الحلول. ايه الحلول للحاجات دي؟ عشان طبعا فكرتنا صغيرة. اول حل، راجع دوافعك. راجع دوافعك. اغلب الناس اللي بتنصح وتقول كلام بيبقى عندها صوت جواها كده بيقول ايه: انا بنصحه، انا بحبه، فعشان كده انا قلت كده. هل فعلا انت بتحبه؟ اقعد كده مع نفسك، انت فعلا قصدك من النصيحة دي حب؟ طيب راجع دوافعك كمان. اللي الجزء اللي انت قلته للشخص ده مش بس النهاردة اثر فيه، ده جايز يروح وهيقعد سنين يشفى منه. يعني الانسانه اللي جرحت في قصه ما اتجوزتيش ليه دي وهي مش بايديها، او الانسان اللي جرح ما اشتغلتش ليه، او لما اتجوزت ما خلفتش ليه، وما خلفت ما خوتش ليه، ما احنا عندنا بقى احنا مش بنخلص. الانسان اللي جرح ده بيقعد يتاثر عليه، هو باين قدامكم كده ان هو شخص عادي، لكن هو مروح بيته قراراته وافكاره وطريقته اتغيرت في المستقبل. هيختار حاجات، حتى البني ادم اللي بيتقال له انت تخنت كده ليه؟ هو طبعا مالناش دعوه، بس انت ما قلت كده خليته يأثر على حتى طريقه اختيار لبسه، لانه شاف نفسه ناقص. راجع دوافعك اللي تخليك كمان تقول اللي انت لو حتى دوافعك خير ما تقولهاش. انت مين عشان تقول؟ انت مالك؟ انت مالك ده مؤهله ايه؟ ولا ساكن فين؟ ولا بيعمل ايه؟ مش بتاعتك. فاول حاجه اتفقنا عليها، راجع دوافعك. تاني حاجة، لوم نفسك. دي كلمة صعبة شوية. يعني ايه لوم نفسك؟ لما تلاقي نفسك هتبقى قاضي على ناس وهتيجي تحكم عليهم أحكام كتير، أرجوك اتعلم تلوم نفسك، ما تلومش اللي قدامك، يعني ما تلومش الشخص اللي أنت كلمته. يعني قول من جواك، أول ما تلاقي نفسك قلبك مقفول، عصبي، بتسيء الظن، مخك ابتدى يتهم اللي حواليك، أو بقيت قاضي عليهم وأنت مالكش حق، قول أنا مش عارف أحبه. قول انا قلبي ضيق، انا جوايا كبرياء، انا ناقصني حكمه، انا ما عرفتش اكسبه، انا مش هو، لان يعني انا اللي فرضت عليه حاجه هو ممكن يكون مش بايده، ولو بايده هو ليه مولاه مش احنا. المسيح نفسه حاول يقاوم التلاميذ في الكلام ده. التلاميذ عملوها ليه بقى؟ اول ما شافوا السامريه قالوا السامريه تبقى واحده زينا؟ اه ليه لا؟ لما شافوا السامرية جولوا قالوا له: رأينا ناس يخرجون الشياطين باسمك ولكن ليس يتبعوننا فمنعناهم. فرد المسيح قال لهم: تمنعهم ليه؟ فيما معناه مش جايز يكون انا مديهم سلطان؟ ليه خليتوا نفسكم قضاة على غيركم؟ ليه خرافة اخرى ليست من هذه الحظيرة؟ ينبغي ان آتي بهؤلاء الاخرين ايضا. مين شهود القيامة؟ تعرفوا مين شهود القيامة؟ مريم المجدلية اللي كان فيها شياطين، وخالة المسيح اللي هي مريم الاخرى. ما سمعناش ان مريم الاخرى جت عايله مريم وقالت لها: انت ده انا يعني ايه ابن اختي طلع منك شيء. ده كانوا شهود قيامه، يعني كلام كانوا بطريقه افضل. فاول حاجه، راجع دوافعك. اتنين، اتعلم تلوم نفسك، ما تلومش اللي حواليك. تلاته، فاكرين مثل الابن الضال؟ فاكرينه؟ انا بقى مش هتكلم على الابن الضال خالص، انا هتكلم على اخوه. اخوه احنا بناخد دوره، يعني اخوه ده كان مثال لينا احنا.
اخوه اول ما حصل الموضوع ده كله يخص مين؟ الشخص اللي جه قعد مع الخنازير وتعب وشقى وخلاص بقى عرفنا، والاب الحزين المجروح اللي تعبان اللي راح كل يوم يشوفه، صح كده؟ ايه علاقتك انت كشخص اخ كبير، ولا حد خد منك فلوسك، ولا حد خد منك كلام، ولا حد واجه لك حاجه، ده انت كنت مبسوط وفرحان، لكن انت اللي اتكلمت. انت عارف قال ايه على اخوه؟ زي ما احنا بنقول على اخواتنا، قال ابنك، قال لابوه كده، ابنك ضيع معيشتك مع الزواني. بص الكلمه، انت عارف الاب المجروح المسروق اللي في الاخر حب يعوض ابنه، قال له اخوك كان ميت وعاش. بص اللفظ، بص فرق الشخص بالله. يبقى اول حاجه راجع دوافعك، حتى لو دوافعك كويسه ما نرجعه. تاني، لوم نفسك. ثلاثة، افتكر الأب والابن الأكبر تصرفاتهم زي مع بعض. أربعة، كان في شخص كده معلم اسمه يوحنا الدرجي، لو تسمعوا عنه. ده كان بيشرح لناس، بيشرح لهم موضوع ضربات العشرة بتاعت موسى. كان في آخر ضربة، ضرب الأبكار، لو تعرفوه. فقال لهم إيه؟ أنتوا عارفين ضرب الأبكار ده؟ كل بيت فيه ميت. وسكت. فهم بيقولوا له أيوه، فين بقى الموضوع؟ كمل يعني. فسكت، قال لهم كل بيت فيه ميت. قالوا هي كده العظه خلصت يعني؟ يعني احنا طلعنا بايه؟ قال لهم يعني عيب قوي يكون انا عندي ميت في بيتي واروح اعيط على ميت بره؟ يعني انا مليان بلاوي وعندي مشاكل وعندي نواقص، لو اخويا ظهر نواقصه ما ينفعش اكون قاضي عليه، فخليك في ميتك. فاحنا عشان الاستاذ فيليب شرف هنقول الاربعه بسرعه ما نبقاش قضاه. اول حاجه راجع دوافعك، اتنين لوم نفسك، ثلاثة افتكر موقف الأب والابن الكبير اللي احنا بنمثله، أربعة كون زي يوحنا الدرجي، عندك ميت خليك في بين قوسين بلاويك، ابكي على الميت. أشكركم. دلوقتي نقول ترنيمة بس. مريان.